السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ازاي اتحكم او طرق التحكم في سرعة موتور عندي. ثلاث طرق هنقدر نتحكم بيهم في سرعة الموتور. اول طريقة عندي وهي طريقة مشهورة جدا وهي طريقة الانفرتر، والطريقة ديت مكلفة الى حد ما ولكنها مفيدة جدا ومجدية جدا من حيث انك ممكن تحصل منها على رنجات معينة او رنجات كتيرة او متعددة من السرعة من خلال البكرة ومن خلال المقاومة المتغيرة. طبعا الانفرتر في منه 3 فاز وفي منه 220. طبعا الموتور 220 اقدر اتحكم في السرعة بتاعته عن طريق كارتة كده بسيطة زي الانفرتر بالظبط، ممكن تخليني اتحكم فيها. تمام. الفولت سوليد ستيت فولتج ريجليتور ما ينفعش، لان زي ما احنا جربناه في فيديو قبل كده كان عمل زنه للموتور وما قدرش. فالانفرتر اصلا فكره عمله ان هو يتحكم في الفي على الاف، لازم التردد ولازم الفي بتاعي يتغير، ففي الحاله ديت يقدر يتحكم في السرعه. الطريقه الثانيه اللي ممكن اتحكم بيها في الموتور سرعه الموتور عندي الجير بوكس. الجير بوكس او مخفض السرعه، مهندس ميكانيكا بعرف نسبته كام على كام، دخله كام وخارجه كام، وفي الحاله ديت ممكن اتحكم في السرعه. السير بدل ما هو سريع جدا، لا ده انا هديه. احتجت برضو اتحكم في السرعه اقل، ممكن اركب على الموتور انفرتر برضو الانفرتر الموتور بجير بوكس، ممكن اركب عليه انفرتر ويبقى الدنيا ماشيه معايا تمام. الحاجه الثالثه ان انا اغير في حجم الترس او الطنبوره اللي تبقى راكبه على الموتور بتاعي. طبعا حضرتك لو ركزت في فكره عمل العربيه في وهي بتتحرك، في البدايه الترس النقل الاول بيبقى ترس صغير معشق في ترس كبير، فبيديني عزم عالي وسرعه قليله. هو ده نفس الكلام حضرتك، لو ترس الموتور صغير والترس اللي بينقله الحركه كبير فبيديلي سرعه قليله وعزم عالي جدا وهكذا. تمام. ارجو ان تكونوا استفدتم، وما تنسوناش من صالح شيراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.